طب ادي عندي مين الانيمال سيل، دي مين الانيمال سيل. طب تعالي يا ميس نشوف الكومبوننت بتاعتها بتتكون من ايه. اول حاجه انا عندي مين السيل ميمبرين. ايه هو يا ميس السيل ميمبرين؟ احنا عرفنا من السيشن اللي فات اللي هو مين الدور، هو يا ميس الايه الاوتر لايننج، هو اللي بره مين بره السيل. طب ايه هي الفانكشن بتاعته؟ اول حاجه بيعمل ايه بروتكت ذا سيل، بيعمل ايه بروتكت ذا سيل. وتاني حاجه يا ميس ماله كنترول، بيتحكم بمزاجه في السبستنس اللي هي هتدخل ومين وتخرج. ده هقول عليه ايه سيلكتيف بيرميبيليتي، هقول عليه ايه سيلكتيف بيرميبيليتي. ايه يا ميس السيلكتيف بيرميبيليتي ده؟ ومين اللي بيعمله؟ السيل ميمبرين، دي فيتشر خاصيه فيه. ماله يا ميس؟ اي الاو هيسمح لمين لسام سبستنس اللي هي مالها تو باس، تعدي جوه مين جوه السيل، وفي نفس الوقت هيعمل ايه بريفنت. يعني ايه بريفنت؟ هيمنع لي مين؟ هيمنع لي سام سبستنس ان هي مالها ايه تدخل جوه السيل. في مشكله كده؟ طيب تعالي يا ميس نشوف ايه اورجانيلز. احنا عرفنا الفرق ما بين الاورجان ومين والاورجا ايه والاورجانيلز. الاورجانيلز اللي هي مين تايني بارت بارتيكل او حاجات مالها صغيره، عشان كده انا قلت عليها ايه اورجانيلز، عشان كده انا قلت عليها ايه اورجانيلز. عندي يا ميس دول بقول عليهم ايه ميتوكوندريا، بقول عليهم ايه ميتوكوندريا. ايه يا ميس الميتوكوندريا دي؟ ايوه ما هي اسمها ميتوكوندريا، بقول عليها ايه باور هورس، بقول عليها معروفه انها النيم بتاعها ايه باور هورس. زي ايه؟ هي دي الباتري بتاعت مين بتاعت السيل، هي دي اللي هتدي السيل مين الانرجي، هتدي السيل مالها الانرجي. بتعمل لي كونفرتنج، بتحول لي الشجر اللي جوه السل لمين؟ لانرجي، عشان تقدر السل تعمل ايه؟ تعمل كل الاكتيفيتي ايه؟ اللي بيبقى في العضله. اه موجود فين؟ في الميتوكوندريا. قال لي فاميس ده عن طريق حاجه ايه؟ ان هي بتعمل لي كونفرتنج، بتحول لي الشجر لانرجي، ده بقول عليه ايه؟ سيلر ريسبريشن، بقول عليه سيلر ريسبريشن. بيحصل فين؟ انسايد ميتوكوندريا، بيحصل فين؟ انسايد ميتوكوندريا. هيخلي يا ميس السل ان هي مالها دو تو دو ايه؟ It's a vital function أو activity، إن هي تأدي الجوب إيه بتاعتها، في مشكلة كده؟ طب نيجي بقى نشوف الماستر بتاع مين؟ بتاع السيل، نيوكليس. النيوكليس دي مالها يا ميس؟ قال لي إيه دي مالها؟ It controls، هتتحكم لي في كل الأكتيفيتي مين؟ اللي السيل بتعملها، وكمان هتعمل ديفايدد لل أه هي اللي مسؤولة عن إيه؟ عن السيل ديفيجن. يعني إيه يا ميس السيل ديفيجن؟ إن السيل تحصل لها إيه؟ ديفيجن، تتقسم لايه؟ لانتو تو ايه؟ سيل، يعني بسل جديده وسل ايه؟ سل جديده. كمان هي مين اللي بيكون البروتين؟ النيوكليس. يبقى النيوكليس دي يا ميس ايه؟ فورميشن اوف بروتينز، في مشكله كده؟ طب تعالي يا ميس بقى نتكلم هنا ايه؟ انتو بلازميك ايه؟ ريتيكولم، اهي موجودين هنا. مالها دي بقى يا ميس؟ قال لي دي المسؤوله او بتساعد في كولكتنج ايه؟ بتساعد لي في ايه؟ في كولكتنج بروتين، بتجمع لي مين؟ البروتين. طب ليه بتجمع لي البروتين؟ عشان تعمل لي بيلد، تبني لي مين؟ السل، او السل دي فيها دامج، يعني فيها متدمره شويه، تعمل لها ايه؟ ريبير، تصلحها من اول وجديد. مين المسؤول عن كده؟ انتو بلازميك. يعني لما بناكل بروتين السل بتكبر؟ احنا قلنا السايز بتاع السل ما بيزيدش، احنا قلنا انا عندي انا المسؤوله عن الجرو مين؟ النمبر اوف سيل، تمام؟ قال لي طب جيولوجي بقى يا ميس ايه؟ جيولوجي اهي، مالها بقى دي؟ قال لي دي يا ميس مالها؟ قال لي دي اللي هتعملي ترانسبورتنج، قال لي هتعملي باكينج، هتنقلي ايه؟ هتنقلي كل الماتيريالز الديفرنت ماتيريالز ما بين الاورجانيلز بتاعت السيل، وكمان ايه؟ ما بين السيلز مين؟ اللي بره، تمام؟ في مشكله كده؟ كل دي احنا بنتكلم على مين؟ على الانيمال سيل، كل ده احنا بنتكلم على مين؟ الانيمال سيل. طيب الاورجانيلز بقى دي موجوده كده لوحدها في السيل ولا في حاجه شايلاها؟ مين بقى؟ السيتوبلازم. مين يا ميس؟ السيتوبلازم ده يا ميس عباره عن ليكويد، الليكويد ده هو اللي شايلني مين؟ شايل لي كل الاورجانيلز. جيلي، برافو عليك، هو ده اللي شايل لي مين؟ شايل لي كل الاورجانيلز ايه فيه، تمام؟ في مشكله كده؟